حنا لايف دابا اختي نصيرة، دير لي سيونس في التليفون باش نبداو نتوكلو على الله. خدخلي فيسبوك، عندك فيسبوك؟ انتي دخلي فيسبوك. بين ما طلعوا الناس نيت دخلي فيسبوك باش تبدي اللايف عندك. شوف تي في لايف. ولكن هادشي اللي قلتي لي راه خطير بزاف، راه راه ما كيدخلش العقل. علاش هادشي اللي قلتي راه ما كيدخلش العقل وخطير بزاف. فريمون جمعيات يدخلوا باش يلا فريمون يكون حل يجي يدير لدوك الوليدات. مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل والخطير من مدينة الدار البيضاء. ناصرة غادي تفتح الشابة حسنية اللي عندها 8 ديال الاولاد وحاولت على انها تصفي هاد راسها، والقضية فيها امور صعيبة بزاف، وصلت حتى للنصب والاحتيال على الناس المحسنين. غادي نخليكم مع ناصرة، غادي تعاود لينا شنو واقع وهي كتحمل كامل المسؤولية ديالها. ناصرة السلام عليكم. وعليكم السلام. حنا على المباشر. انا نصيرة، عندي قناة سميتها نصيرة لوجيك. المهم واحد العلاقة بعد اللي بينك وبين حسنية. المهم كنت مشي بحكم كنشوفها بحال جميع الناس، كنشوفها كطلب وهذا ووليدات الحليب ليكوش، بحكم انا راه عندي بنت وكنت انا دزت من لامين مرحلة اللي كاينة فيها هي دابا واللي ما باغاش تخرج منها. قلت نتعاون معها، الحليب وليكوش حالة ساهل فهمتي. انا كنت كنصحى بالسيده فريمون بحاكه، خرجت من الحبس فريمون الناس تخلاو عليها من بعد ما كانوا كيعاونوها ملي كانت كتبان مع الجوك وداك الشيء. مشيت عند السيده شتا كدير شي حوايج اللي ما تقبلتهمش. المهم تصاحبت معها واحد الفتره شهر، ما كناش كنجيو عندها يوميا انا وراجلي. راجلي ولا كيجي معايا حيت هي عندها الدراري في الدار كيكونوا، كنعرف دوك الدراري منهم ولاد الدرب وهذا. انا ما عنديش فيهم يعني مشكله ان يكون عندها الدراري، بالعكس هي كيكونوا عندها الدراري في الدار، كيكونوا دراري يعني قدنا، دراري كيتكيفوا معاها كيجلسوا معاها، كاين اللي كان كيتعاون معاها في القناه، كاين اللي كيجي غير يستغلها، كاين اللي كيجي ياكل معاها في الرزق المحسنين، كاين اللي كيكون مسخر لها يجيب ليها البليه ديالها فهمتي. هذا الشيء شفتو. انا عندي وليدات نقصت واحد المرحله ما بقيتش باغا نعيشها، وفريمون انسان ملي كيدير الشين في اليوتيوب فريمون كيبغي المساعده. مساعده ماشي ممكن تكون ماديه، لكن كتبغيها معنويه اكثر باش تحيس تحسن من حياتك. السيده ملي جيت عندها كتبقى كتقرقب، الدراري كاينين عندها كتقرقب قدامي. انا قلتها لك ديك المره شحال عندها ديك الساعه؟ 7. ودابا هاد زاد 8. 8 ديال الاولاد الوليدات وساكنين معاها 5. مسدود انت باش نقربوا الناس. عندها 8 ديال الاولاد. 8 ديال الوليدات ومعها 5. دابا 5 اللي معاها، جوج كاينين عند امها عاطياهم لامها، وواحد عاطيه لباه. المهم يا السيده شوف اللي جمعتني معاها انا من اب واحد، كل من اب. هي كتقولها في امها، هي كتقول لك انا ما كنعرفش مع من كنولد. واخا انت علاش قررتي اليوم غتعاودي تفتحي؟ نعاود وغنبقى انسيستي حتى يدخلوا جمعيات على دوك الاولاد، حيتاش كتحرش ولادها كتقول لهم. وهذا الشيء بكثره ما هي كتقرقب ولا ما كتكونش نورمال في عقلها، هذا الشيء باين في لي لايف. فمها كيقول للولد قول فيه الجوع، ولات كتعلم ولادها السعايه. الولد اللي كتقول ليه يقول فيه الجوع، هو اصلا خاصو يكون في المدرسه ذاك الولد، ما غيكونش هو النورسينغ ديال خوتو كيصايب الرضاعه ويقابل الدراري. السيده مبوقه
السيده الناس كيصيفطوا ليها الملايين. دارت انا كان انسيستي ياك وزاره الصحه تدخل في بنتها، كانت كتقول باللي حاله اورجون كا اورجون، البنت عندها ثقبه في الراس والام ديما مخدره، ديما ريحه الدخان عندهم في الدار. حنا كنا مبليين، كل يسر بليتو كل قد على بليتو. حنا ما محتاجينش المحسنين، حنا محتاجين الناس يتعاونوا معنا في ليشان، حنا محتاجينش ناس يوميا نبقاو نوصلوا لهم في المراره. راه كلنا عندنا دراعنا، راه ناس كاينين كيديروا الدياليز محتاجين، علاش هذوك الفلوس اللي غتجيني انا وتجي هي وتجي منا بزاف؟ كاينين بصح كنبغيو مساعده، حنا ما درناش شان حتى بغينا نحسنوا من مستوانا المعيشي، لكن ماشي بالنصب. انا يوميا كيعيطوا لي ناس جداد. كتنصب على الناس. كتنصب على عباد الله، يوميا. يلا دابا قالت لك ها هو غير اليوم في الصباح دارت لايف كتقول ما عنديش باش نتقدى لرمضان، وانا عندي دابا نوريك الوراق باللي السيده صيفطت 1500 درهم للتقضيه ومقضيه، وعندي الفيديو ديال السيده ودارت معايا مداخله في لاشين ديالي، السيده مصيفطه لها 4000 اورو. 4 مليون على ود لوبيراسيون ديال البنت، وما كاينه لا اوبيراسيون لا والو، ما كاين لا مرض لا والو. كنظن بلي دوك الوراق ماشي وراق ديال بنتها على ما قالوا لي الناس والله اعلم، مي كنطالب بلي ديك البنت تقلب لها الراس، عندها ثقبه في، الا كان ما كاينش ثقبه في الراس راها موريه ديزاناليز اللي هما فيك ماشي ديالها، موريه سكانيرات ماشي ديالها باش تنصب على عباد الله في ملايين. وكاينين الناس اللي دايرين دابا شكايات من القنصليات، كاينين اللي داير كنقول لكم انا بكثره سمح لي انا المهم على الصوت، وريتك اخويا الفيديو ديال السيد عندها في الدار ياك، عندي ثلاثه ديال الناس، عندي ثلاثه ديال ومصوراهم بيدها هذا الشيء، كتدخل الرجال على دوك الاولاد عباد الله. حنا كمتفرجين، انا كمتفرجه، انا كما ضربتك الناس على دوك الوليدات، انا بقيت، انا وليت بيرتوربي، انا وليت بيرتوربي، انا كطلعت عيرني، انا اتهمت راجلي بلي انا اسلية مع بنتي، انا واصله معايا شي حوايج غادي نتابعها قضائيا، هذه حاجه مفروغ منها، فهمتي؟ حنا شي حوايج غنتجهوا للقضاء، لكن انا دابا كنقول للمحسنين يحلوا عينيهم، راه كاينين الناس محتاجين. اقسم لكم بالله بالله لله رب سواه، يا 80% ولا 90% ديال الفلوس اللي كترسلوا كتمشي مخدرات صلبه واقراص مهلوسه، والا ما وانا كنطالب بالسي الحموشي يحبس هذه المهزله، راه كاينه مهزله في اليوتيوب، كاينه مهزله في اليوتيوب، يعني كنا عندنا صحه. السيده كتفلى. كتفلى، سيريوزمون كندوي طيروا عليا صحتي وولادي، راه ما كندعوش بشي حاجه من غير ربي، اقسم بالله الذي لا رب سواه، يا ديك السيده كتستغل في عباد الله. دابا الناس باغيين يديروا هذا طلب، هذا اللايف هذا طلب من المحسنين. فاش دراتك حسنيه؟ دراتني انا اتهمت لي دابا غير والبارح اتهمت راجلي بلي تعدى على البنت اللي ساكنه معاها. هادشي غير البارح هي طلعت بلايف باقي داكشي في ليشان، الناس راه متشبعين كاينين، قالت باللي راجلي تعدى البنت اللي معاها. شكون هاد البنت اللي معاها؟ هذيك البنت المربيه اللي معاها، هما جاي مع الرباعه ديال المنصبات كيتفاهموا، مره كيديروا كومبين باللي باغا تنتحر، مره يديروا كومبين باللي جا شي حد اكغيساهم، مره يديروا كومبين باللي ما كانت الضو مشات، مره يديروا كومبين ما كانت الما مشات، مره يديروا يلاه ولدت مؤخرا قالت باللي راني جاتني ايموغاجي والناس في البريفي كتعيط ليهم وكيتواصلوا معايا. دابا هادشي الا بغيتو انا راه الناس هذه بطلب من المحسنين قالوا لي ديري لايف باش يطلعوا هما بلسانهم ويقولوا لكم حتى هما اشنو طرا لهم، ومن خلال هضرتهم غتفهموا باللي واش انا كنكذب. وانا اخر مره باغا نهضر على هذا الموضوع، هذا موضوع تافه، ولادها تقليدهم تهزوا هي، من لما تدخلوش ما تدخلوش الجمعيات والسلطات فهاد السيده فريمون كاسي غاف. انا شي حوايج اللي نقدر ما نقولهمش هنا، من اللي غادي نوصلوا ان شاء الله عند القضاء وغنحطوا النقاط على الحروف انا وياها تيتا تيتا. الولاد بقاو فيك 8 دولاد عليهم الحشيش، عليهم القرقوب يا خويا، عليهم وحده كتخرج تفسد وكتجي حاشا وجهك بجنابتها عند وحده، يلاه زيد الطفل، يلاه زيد ما كاملاش 5 سوايع باش تزاد بيناتو في لايف، ضربت مع ناس في السبيطار باش تخرج دير لايف تطلب. والمشكله ان الناس ديجا تخيل معايا راه المحسنين احنا ما انا ما محتاجاهمش، اقسم بالله الا مصاحبين معانا في البخيفي غادي معنا ايطاب باغ ايطاب، باغيين ايفلوبيونا الناس. مليون ماغ راه بزاف، انا بعدا ما انا ولو ما بقيت باغا والو من لافي، انا اللي مكتبه لي ربي اللي غتجي، انا ما باغيش شي حاجه على ظهر عباد الله بالكذوب والنصب. فهمتي؟ اليوم بغيتي توضحي. كاينين بزاف الناس دايرين قنوات فري محتاجين، ماشي لديك الدرجه اللي هي كتبين. راه بزاف سي غاف، راه يومين كتقول ما عنديش حلب ولي كوش، اقسم بالله انا غنوريك الوراق، الناس عندي فلاشين مازال يطلعوا الوراق بليزانديس يوميا، يوميا عندها جوج كودات في ويسترن يونيون.
اللي ما فيه والو فيه 1000 درهم. شنو بغيتي تقولي اليوم؟ كنقول المحسنين يجمعوا رزقهم اللي بغيت، اللي هي مسائلها قانونيه، راها متابعيه، راها عارفه باللي عندها بزاف الشكايات، هي راه كتحرش الشماكريه ديال صحابها على الناس، راه ديجا عندها قضيه ديال واحد موتريبورتو تعدى على شي واحد بسيف وواحد هربان واحد، هادشي واصل عند، انا ما عنديش حق نجبد بحال هادشي، لكن انا غنوصل معاها، مازال غنوصل معاها مسائل قانونيه، غنقول لها انا تفوتني ولا فريمون الا بقيت كنهبش عليها غادي نمشي انا وياها انا ما عنديش علاش غنمشي للحبس، لكن ولو كنت نمشي بالتشهير على ودها نمشي بالتشهير ما عنديش مشكل، حتى هي كتجبد لي ولادي، جبدت بلي راجلي ناقص مع بنتي، تخيل معايا كيفاش انا غنسكت ونقول بلي سا سوفي، ريح خليها تدبر راسها منها للمحسنين، انا جي لي اون امار من هاد ليستواغ، ما كتجبد لي ولادي، كتقول بلي انا كنمشي نجيب الحشيش، بغيت نشوف هاد مول الحشيش اللي انا كنجيب الحشيش، انا باغا السلطات اللي كاينين في البراج وانا غاده جايه اليوم ما كيشدونيش، فينا هما؟ يلا كتقول لك سونطروا، واش تخيل معايا سونطروا من كازا الجديده، يلا دوي انا كتمشي الجديده تروا بلاص، انا قالت لك هي كذاك النهار كنت انت اللي درتي معها اللقاء صحفي، قالت بلي انا كنمشي انا وراجلي في سونطروا، ولدنا وسط من ولدي وسط مني وسط منا، كنمشيو نديوه باش نجيبو بيه الحشيش، ياك انا بغيت مساءله قانونيه بيني وبين السيده، وكنطالب بالجمعيات، هذوك الاولاد راهم في خطر، راه كاينين الناس كيدخلوا حاشا وجوه عباد الله اللي كيتفرجوا، راه حاشا وجوهكم كيشوفوا الدراري الصغار شي حوايج عيب، حرام، عندي فيديوهات حرام، وصلوني فيديوهات حرام، هادشي راه كيهبل، وطاح فيا هادشي اللي انا كنت بيرتوربا، ما كنشوف شي حاجه ندوزها مرور الكرام، وبالخصوص كنعرف الخبايا نشوهها، الناس يجمعوا رزقهم، كاينين الناس عندهم كيديروا تصفيه الدم كل سيمانه ما عندهم حتى ريال، كاينين فريمون الناس دابا باغيين يوقفوا رمضانيه، كاينين الناس باغيين يعاونوا في الضو، باغيين يعاونوا في الماء، باغيين يعاونوا في الكرا، كاينين الناس فريمون مأزمين صحيين، كاينين الناس الجبال في المبرد، وحده بوعاره ديال الخلا حاشا وجهها يا عباد الله، كتنصب عليكم يا المحسنين، راه كتنصب بزاف على البليه، شي هاد الفلوس اللي كيوصلوا كلهم بزاف على البليه، هادشي كان والله واخا تكون كتقمر، والله واخا على قبل البليه. اه خويا قول الله اعلم، والفلوس اللي كنسمع انا وكيعطيوني الناس الوراق وكيعطيوني في البريفي وكيحشموا يطلعوا وتخيل معايا المحسنين كيف باغي نشري ولاد الدار، حرمت على رزقها على راسها وعلى ولادها وعلى كل شيء، وكتبين عيبها فاص، يعني شوف دخلوا لقناتها وغتشوفوا بعينيكم، انا بعدا اقسم بالله جو سي شوكي ملي ما تدخلوا ما تدخلوا السلطات في هذا الشيء كله، انا جو سي شوكي، انا غادي نولي نقول شي حوايج اللي نقدر انا نتسائل فيهم، راه في شوكي، دوك الدراري راهم في خطر، دوك الدراري راه كيشوفوا الجنس السكس قدامهم بهذا المعنى، بهذا المعنى، وصلوني فيديوهات خطر، نفس الفراش وتخوا بيرسون مختلفين ولا قصدتي شي، نو باقي ما انا باقي ما كاينين شكايات، ملي شفت الناس دايرين شكايات قلت انا غادي ناسومي بركه غلاشين، ملي كنشوفها هي باقا كطلع بحوايج اللي هما خطير، كتجبد كل نهار كتجبد حاجه خطر من اللي قبل منها، وما بقاش عندي فين نزيد نسكت، يعني فريمون اليوم غادي ندير غنسالي عندي شي حوايج اللي هما اهم منها غنساليهم، من بعد غادي نبقى غنحطوا النقاط ان شاء الله على الحروف، والله انا درت اليوم ما يمكن باش نتواصل بكم باش تجي عندي باش نلبي طلب المحسنين اللي كيتواصلوا بيا وكيقولوا لي فريمون نصيره، بغيتي دابا ان شاء الله، انا حيت ما كاينش في المدير ما دايرش انت اللايف في اليوتيوب، كون كنتي داير اللايف في اليوتيوب كانوا غيطلعوه ما شافوهش، انا دابا فالله يدير شي تاول الخير، هذه نصيره قررت على انها تخرج تفضح حسنيه اللي عندها 8 ديال الاولاد، كتقول بانها هذوك الاولاد في خطر، وان حسنيه كتنصب على الناس محسنين، فهادشي كامل فيه قيل وقال، الله يدير شي تاول ديال الخير، غنوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم بث اخر ان شاء الله مع الناس المحسنين اللي غادي يوضحوا لنا شنو كاين بالضبط، تبقاو على خير.